في ولاية عامة تسببت سيارة في دهس سيدة وطفل أمام مدرسة الطريق الوطني رقم 6، نقل على جناح السرعة إلى مستشفى الأخوين شنافة بالمشرقة في حالة حرجة. الحادثة أثارت غضب السكان الذين طالبوا بتوفير ممهلات للتقليل من حوادث المرور. في لوطوروس هنايا نطالبوا هادو اللي السلطات باش يديروا لنا دودان، وإلا ما احترموش اللي يكون يحترموا غير الجامع، راه كاينه الشيوخ كبار تفوت منا تنغبن باش تفوت. روح الحادث صرا في لحظات وين وقت الدخول المدرسي، الأم تقود في ولدها ولا ولد خوها فايته، جات لوطو ضرباته بسرعه جنونيه. السرعه هذه واش هو؟ ما كانش ممهل. اسباب راهي واضحه، عدم وجود ممهلات في طريق تستعمل فيه سرعة كثيرة، وفيه مدرستين وحدة ابتدائية ومتوسطة هي اللي راهي الأسباب اللي كسرت الحادث هذا الأساسي تاعو، عدم وجود ممهلات. الزميل تاعنا راه في حالة حرجة، ضربته لوطو، احنا يا رانا في حالة حرجة، زعما الوالدي تاعنا راهم خايفين علينا. انا ماما مثلا كي راني ندخل الدار عاد تحمد في ربي، والله راها تغيرني انا.